فاس أبيلا المرميد. بالنسبه ليا زين لي فيك احسن فيلم اللي درت ويلي باسكو جي شوازي اختاريت وانا سي مون شوا انا حر بواحد الطريقه هي ناتوراليست اي سا فو با دير كانت دي امبروفيزاسيون وهداك الشيء قلت لا لا. نبيل عيوش مخرج فيلم الزين اللي فيك المثير للجدل في أول خرجة إعلامية حقيقية لها يواجه بلال مرميد. مخرج الزين اللي فيك ويا خيل الله وعلي زاوى يواجه بلال مرميد في إحدى أقوى مواجهات الموسم الثاني من الاف بي ام. نبيل عيوش فاس بلال مرميد السبت في الثانية بعد الزوال على ميديا.